وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد مصطفى الزرعوني، رئيس تحرير صحيفة الخليج تايمز من دبي. سيد مصطفى مساء الخير بداية، وقد يكون التقرير السابق قد جاوب على سؤال كيف ولماذا تدعم قطر الإرهابيين، ولكن في رأيكم أنتم ما الذي يستفيد النظام القطري من ذلك؟ طبعا النظام القطري لوحظ عليهم خلال 20 سنة أو 25 سنة الماضية يحاول بناء علاقات قوية ومحاور إقليمية بعيدة عن القوة الخليجية الواحدة، بعيدة عن مجلس التعاون الخليجي، بعيدة عن القوى العربية المبنية على قوميتها من خلال مصر وغيرها. وبالتالي حاول أن يدعم النظام الإيراني من خلال حزب الله وبعض الجماعات الشيعية هنا وهناك المتشددة، أنا أتحدث عنها هنا وهناك، ولكن هذه الحاضنة لم تلقى إقبالا كبيرا، فاتجه بصورة أكبر إلى تركيا ودعم جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابيا، وعليه قام بدعم الكثير من المرتزقة وما يسمى بالتنظيمات غير النظامية الإرهابية مثل النصرة، داعش، نرى القوات الموجودة في ليبيا اليوم. هذه القوات التي تحاول أن تزعزع أمن المنطقة وإضعاف حقيقة دول محورية في هذا المكان، خاصة مصر، المملكة العربية السعودية، ولكن كل هذه الدول يعني أكثر دولتين تعرضوا لضغوطات من قطر كانت على سبيل المثال البحرين في 2011، الإمارات بدعمها لجماعة الـ 94 الإخوان المسلمين، إرسال أموال كثيرة، القبض على جاسوسين في دولة الإمارات، محاولة زعزعة الأمن من خلال السوشيال ميديا وغيرها. فبالتالي هذه الدول وصلت إلى مرحلة بعد نقاشات طويلة أن لا حل إلا إغلاق الباب أمامها ومحاربة الأيديولوجيا المحاور التي تحاول السيطرة على نموذج الدولة الوطنية التي ترسمه الدول الخليجية خاصة والعربية بشكل عام، أن نحن نحتاج إلى نطور دولنا، نهتم فيها اقتصاديا، نهتم في مواطنينا. نعم. ولكن قطر تحاول أن تزعزع هذا النموذج من خلال أيديولوجيات عبثية ومن ثم السيطرة على هذه الدول من خلال أذرعها. نعم، يترافق مع هذه الأيديولوجيات والدعم للإرهابيين استمرار النظام القطري في تسخير منابره الإعلامية لنشر خطاب التطرف، ألا يتعارض ذلك مع شرف المهنة التي تدعيها قطر؟ يعني للأسف هي استقطبت العديد حقيقة من مرتزقة الإعلام، الكثير من الإعلاميين تم إغراءهم بالمال، والبعض منهم متأثر أيديولوجيا بهذه الحركات، أنفقت الكثير في الداخل القطري، كنا نتحدث عن الجزيرة أو الصحف الموجودة لديها، كما بنت قاعدة إعلامية من خلال مؤسسة فضاءات أو غيرها في بريطانيا، لديها صحف ووسائل إعلام تملك جزء كبير منها في مختلف دول العالم وبلغات مختلفة، كنا نتحدث عن ألمانيا، إسبانيا، وفرنسا، ومكاتب علاقات عامة كثيرة. كثير من الأموال التي أنفقت على هذه المؤسسات لكسب رأي عام دولي، ولكن ننظر إلى ما وصلت إليه اليوم أن كل هذه المؤسسات لن تبعد قطر عن مشكلاتها واتهامات الكثيرة بأن هي من تدعم الإرهاب، ودائما ما تستغل الحقيقة ملفها بصورة ابتزاز. يعني ننظر نيويورك تايمز أو الواشنطن بوست تشير أن قطر دفعت مليار درهم للإفراج عن الرهناء الأمريكيين وهي قد دفعت لإرهابيين. بالتالي الولايات المتحدة تريد أن تأخذ أموال أكثر من قطر، فوضعت نفسها كموضع الحصالة، تدفع يمين ويمنة ويسرى لإسكات العالم من ما تقوم به. نعم، السيد مصطفى الزرعوني رئيس تحرير صحيفة الخليج تايمز من دبي، شكرا جزيلا لك.